ولا زلنا مستمرين مع حضراتكم والثانوية العامة كابوس كل بيت، والحمد لله النتيجة طلعت، والحمد لله في ناس كتير جدا حوالينا يمكن حتى طبعا فرحانين بالنتيجة وبنسب النجاح. ومعانا مسؤول ملف التعليم العالي محمد صبحي زميلنا العزيز، برحب بيك يا محمد. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. في البداية طبعا يا محمد خلاص تجاوزنا فكرة النتيجة، احنا رايحين بقى للتنسيق، و ده برضو موال كبير قوي، يعني موال كبير قوي في البيوت. يا ترى هندخل ايه، ويا ترى ايه الافضل لمجموعي، او ايه الافضل لمستقبلي. يعني انا بشوف ان نتيجه الثانويه العامه دي يعني ده الستيب الاولاني، طبعا الستيب الثاني هو التنسيق، يمكن الستيب الاهم في هذه المرحله التنسيق. كلمنا عن التنسيق. احنا يعني في البدايه احنا طبعا عايزين نهني ونبارك لاوائل الثانويه العامه ولكل طلاب الثانويه العامه، لان هو كله اجتهد وكله ذاكر وكله تعب، فبالتالي النتيجه لابد ان احنا نكون راضيين بيها، فلازم الطلبه يكون عندها رضا بالنتيجه وتبدا زي ما انت ما قلتي تفكر في المرحله الثانيه، وهي مرحله تنسيق القبول بالجامعات للالتحاق بالكليات الجامعيه، سواء جامعات حكوميه سواء جامعات خاصه سواء جامعات اهليه. فيبدا الطالب المفروض ان هو يبدا في التركيز على تحديد اولوياته ورغباته للكليه اللي هتتماشى مع موهبته، هتتماشى مع مهاراته، هيبحث عن الكليات اللي هي تتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. دي كلها خطوات مهمه المفروض الطالب يركز فيها هذه الفتره، وده طبعا قبل بدايه تنسيق المرحله الاولى. هو امتى بقى؟ بالنسبه تمام، ده سؤال مهم جدا، لان كل الناس دلوقتي بدات تتساءل عن موعد تنسيق المرحله الاولى، هل هيبداوا تسجيل رغبات النهارده؟ هل هيبداوا بكره؟ هل هيبداوا امتى؟ احنا حابين ناكد ان حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم، ان نتيجه الثانويه العامه لم تصل لوزاره التعليم العالي ومكتب التنسيق رسميا بشكل رسمي، رغم اتاحتها على المواقع، رغم اتاحتها على الصفحه الرسميه لوزاره للموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم، ولكن وفقا للاستاذ سيد عطا اللي هو المشرف على اعمال مكتب التنسيق ومستشار وزير التعليم العالي، كان معانا على التليفون في مداخله من هنا شويه، اكد ان النتيجه لم تصل حتى الان، وان مكتب التنسيق على اتم استعداد في انتظار النتيجه. بمجرد وصول النتيجة مثلا انت ممكن توصل النهارده، توصل بكره الصبح، فبمجرد وصول بمجرد وصول النتيجة هيبدا مكتب التنسيق في اعداد المجمع التكراري بتاع النتيجة، ويعمل الكشوف الإحصائية للنتيجة وشرائح المجاميع الخاصة بالطلاب، علشان يضع الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق. بمجرد الانتهاء من ده بيبدا في وضع الحد الأدنى، بيبدا يحط جدول زمني لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني. إضافة إلى ذلك طبعا مكتب التنسيق بيتابع مع وزارة التربية والتعليم إن طلاب الثانوية العامة خلاص تسلموا الشهادات الخاصة بإتمام مرحلة الثانوية العامة، لأن الشهادات دي من غيرها أو بدونها الطالب مش هيقدر يسجل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني، لازم يكون معاه شهادة الثانوية العامة، لأن هي بيبقى موجود فيها ومدون عليها رقم سري. الرقم السري ده هو اللي بيضمن للطالب إن هو يقدر يدخل على موقع التنسيق، وبالتالي إتاحة تسجيل الرغبات للطالب. فمتوقع يعني ممكن خلال 48 ساعة يتم إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمني لتسجيل الرغبات. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن المرحلة الأولى والتنسيق. طيب عشان انا اعتبر نفسي دلوقتي داخلة او يعني خدت نتيجة الثانوية العامة، ازاي الطالب يعرف ان المؤسسة التعليمية اللي قدامه دي مؤسسة معتمدة؟ ده سؤال مهم جدا، لان الحقيقة في عدد كبير جدا من الطلاب عدد كبير جدا من الطلاب بيكونوا للاسف ضحيه وفريسه للكيانات الوهميه. ايه هي الكيانات الوهميه دي؟ حابين نوضحها للساده المتابعين والمشاهدين معانا في تلفزيون اليوم السابع. الكيانات الوهميه دي هي مؤسسات تعليميه بتزاول، او مؤسسات وهميه تزاول العمليه التعليميه دون الحصول على التراخيص اللازمه. بيعمل ايهام للطالب، بيوهم الطالب ان انا مؤسسه تعليميه معتمده، ان انا موجوده، ان انا عندي سنوات دراسيه وعندي برنامج دراسي، واحيانا كمان بيصل الامر ان هم بيدعوا ان هم عاملين شراكات مع جامعات واتفاقيات مع جامعات كبرى. فالحقيقه لا، احنا عايزين نوضح هنا ان في تحذير طلع من مكتب التنسيق، تحذير هام جدا، ان في اكتر من 400 كيان تعليمي وهمي في مصر تم ضبطهم. 400 اكتر من 400 كان تمكنت لجنه الضبطيه القضائيه في وزاره التعليم العالي بالاشتراك طبعا مع لسه هسالك احنا يعني دور الحكومه في ده ايه بالظبط؟ يعني لا، في لجنه مشكله في قطاع التعليم بوزاره التعليم العالي بيطلق عليها لجنه الضبطيه القضائيه.
لجنة الضبطية القضائية دي تمكنت خلال الفترة اللي فاتت من مداهمة أكثر من 400 كيان تعليمي وهمي منتشر بالمحافظات. الكيانات دي تم إصدار قرارات بغلقها، وتم التنسيق مع المحافظين، وتم تشميع الأماكن والتأكد من غلق هذه الكيانات حتى لا يقع الطلاب فريسة. مهم جدا الطلاب الرجوع للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، الرجوع للموقع الرسمي لمكتب التنسيق، الرجوع للموقع الرسمي لمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من إن الكيان التعليمي ده كيان معتمد ومعترف فيه من الدولة المصرية. لأن بعد سنة، بعد اتنين، بعد ترم، بعد اتنين، قد يفاجئ الطالب إنه التحق بمؤسسة وهمية، قد يفاجأ ان اللجان الضبطيه القضائيه بتداهم هذه المؤسسه ويتم غلقها، وبالتالي بيقع فريسه للكيانات الوهميه، وبالتالي بتروح فلوسه عليه وبتروح السند الدراسيه اللي هو التحق بيها، وبيبدا يعيد من الاول وجديد. بس انا عايز اسالك سؤال والله، يعني اكيد بيشغل الناس لو انت بتتكلم عن ده. صح، دلوقتي معهد، تمام، مثلا معهد غير معتمد، صح كده؟ هو بيبقى هي بيطلق على نفسهم اكاديميات ومعاهد و... اه بالظبط، او اي كان المسمى، معهد غير معتمد او اكاديميه غير معتمده، تقعد 4 سنين او سنتين ثلاثه انت بتدرس فيها وهي ماشيه كده من غير اي لا ورقه. ما بتوصل ما ب... يعني الامر لم يصل لهذه المرحله وان طالب ينتهي من دراسته ويحتاج، لا، في انشطه وفي ممارسات بتتم داخل وزاره التعليم العالي للتمكن من ضبط هذه الكائنات. على سبيل المثال، في لجنة رصد مشكلة داخل المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي. اللجنة دي مشكلة لرصد الأنشطة الدعائية لهذه المؤسسات والكيانات على منصات التواصل، لأن هذه الكيانات بتنشط في هذه الفترة، فترة التنسيق، بتنشط للأسف، بتتورط وتبدأ تعمل إعلانات ليها على منصات التواصل الاجتماعي. ففي لجنة مشكلة، ممكن، وفي حاجات أجنبية كده في بالظبط ده موجود، يعني ده فعلا بره ناس بيجدوا شهادات وهميه، صح كده؟ ده حقيقي، وللاسف في ناس بتقع فريسه لده كتير. ده يعني ده حقيقي. فاحنا ادي مسار، المسار ده ان الطالب ازاي يعرف ده كائن وهمي ولا مش كائن وهمي، يقدر يرجع لموقع وزاره التعليم العالي، يقدر يرجع للقائمه السوداء، لان حقيقي لجنه الضبطيه القضائيه اعدت قائمه، اطلقت عليها القائمه السوداء للمؤسسات التعليميه الوهميه. دي منشور فيها بالاسم وبالمكان وبالمحافظة أكتر من 400، أكتر من 400 كيان تعليمي وهمي. ده مهم جدا الطلاب ياخدوا بالهم. أنت سألت سؤال مهم، وهو إزاي الوزارة بتكتشف ده؟ قلنا إن إحنا عندنا أي طالب يقدر يكتشف ده بسهولة من خلال الرجوع للمواقع الرسمية لوزارة التعليم العالي ومنصاتها على التواصل الاجتماعي. يقدر الطالب يرجع أو يعرف النشاط اللي بتمارسه هذه المؤسسة هو نشاط معتمد أو كيان معتمد أو غير معتمد، من خلال التواصل مع الوزارة بشكل مباشر. مكتب التنسيق راصد إجمالي المؤسسات التعليمية المعتمدة اللي الطالب يحق ليه. بالمناسبة احنا عندنا في مصر 206 معهد موزعين على 8 قطاعات أو تخصصات مختلفة بتستقبل طلاب الثانوية العامة، وفي أماكن لطلاب الثانوية العامة. احنا بنتكلم دلوقتي ان يعني مؤسسات التعليم العالي في مصر متنوعة، و بيستقبلوا احيانا ثانويه عامه وثانوي الدبلومات الفنيه، بيبقى ليهم معادله بيعملوها. لا لا، انا اعرف في معاهد بتاخد بالفعل، بس بياخد من غير معادله بتقبل بالاضافه الى ذلك طبعا جامعات التكنولوجيه. جامعات التكنولوجيه ده مسار تعليمي مستحدث في مصر، المسار ده مهم جدا. ليه؟ لان هو داخل في شراكات وتوأمه مع قطاع الصناعه، فبالتالي قطاع الصناعه بيقول انا عايز مواصفات 1 2 3 في الخريج، فالخريج ده بيبدا يشتغل عليه من هو طالب، بيبدا يعمل له برامج دراسيه بينيه علشان تمكنه من الالتحاق بسوق العمل، بيبدا يشتغل عليه من خلال توفير تدريب عملي للطالب في داخل المصانع نفسها، فبالتالي الطالب بيخرج بيقدر ينافس في وبيجد فرص عمل كبيره. دي الجامعات التكنولوجية طبعا كانت بتقبل 80% من خريج الدبلومات الفنية، وبتقبل الباقي من طلاب الثانوية العامة. طيب يعني ناخدك شوية من الأرقام لمواعيد اختبارات القدرات وآخر ميعاد للتقديم. هو النهاردة بالفعل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق أعلنوا عن مد باب التقدم والتسجيل لاختبارات القدرات، وطبعا التقدم بيتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. ما فيش تقديم بيتم بشكل مباشر للكلية، لا، ده بيتم من خلال موقع التنسيق عفوا وتسجيل الرغبات. بيحق للطالب التسجيل في أكتر من كلية، مش كلية واحدة. احنا عندنا 5 كليات هي اللي بتشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات: الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية،
التربية الرياضية، يعني دول الخمس قطاعات اللي بيشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك. كان مقرر ان هو يقفل بعد غد الخميس، ولكن نظرا لاقبال الطلاب على التسجيل في اختبارات القدرات وتزايد الاعداد، لان احنا عندنا دلوقتي اكتر من 65 الف طالب سجلوا للتقدم للالتحاق بكليات واختبارات القدرات، وتم مد الباب حتى حتى يوم 12 اغسطس الجاري. طيب انا عايزه اسالك سؤال، ده يعني ممكن تعتبره سؤال شخصي. في بعض الكليات بيبقى شروط الالتحاق بيها بتكون غريبه شويه، بمعنى يعني مثلا كليه تربيه في سنه من السنين لو عايز تلتحق بكليه تربيه قسم انجليش، تمام، مش بيشوفوا انت جايب كام في الانجليزي، هما بيشوفوا انت جايب كام في الانجليزي وفي التوتال كله، هي في المجموع كله. ده كان شيء غريب قوي عليا. لا هو مش غريب، لكن لان ده اللي بيحدد ده هي لوائح الكليات، فاللوائح دي هي اللي بتحدد الطريقه والاليه. كل كليه وكل جامعه ليها لائحه، يعني لائحه الكليه بتقول، وليكن على سبيل المثال طالب عايز يدخل كليه اداب بقسم اللغه، ده انا بقوله لك، ده اللغه الالمانيه، كانت حاجه شخصيه معانا يعني حاله ليك. فبالتالي دي لوائح وبيضعها الكليات وبتتم تطبيق على الطالب اللي بيقدم. النهارده انا مثلا عايز ادخل شعبه الماني، شعبه فارسي، شعبه لغه اجنبيه معينه، فبيتم احتساب الدرجات واحتساب المجموع كل الطالب، والكليه بتعمل معادله معينه توصل للمجموع. المجموع اللي حطته الكليه الطالب حصل عليه بيتم قيده في القسم. طب انا شايف تدخل في القصه لا، هو بمجرد انتهاء مرحله الثانويه العامه بالنسبه للطالب خلاص هو دلوقتي بينتقل في مرحله الانتقال من التعليم قبل الجامعه الى التعليم الجامعي. طيب اختبارات القدرات، يعني ازاي برضو نقدر ننصح ابنائنا اللي رايحين يعملوا الاختبارات دي ان هم يبقى عندهم ملمين، يعني يخشوا فين؟ يعني مثلا انا عايزه اروح كليه تربيه رياضيه، تمام، اشوف فين او اخد الاكسبيرينس دي فين قبل ما اروح؟ علشان لا، ده سؤال مهم جدا، وبرضو عايز اوضح لان مفيش حاجه اكاديميه او مكان بيدي كورسات او بيؤهل لاختبارات القدرات. لا، ده بيعتبر برضو اكيد بزنس بيتم بيعتبر على الناس، يعني مع كامل احترامي ممكن نقدر نقول نديله وصف ان هو بيخدع الطلاب، لان هي الكليات دي بتعتمد على الموهبه والمهاره. فانا طالب عندي موهبه وعندي المهارات اللي تؤهلني ده، هنجح في اختبارات القدرات، خصوصا ان الاختبارات بتبقى كويسه، بتبقى سهله. الاختبارات النجاح من 60% مش قايل 90% مثلا، مش قايل 100%. يعني انا لو عندي ما يؤهلني للالتحاق وحصلت على 60%، خلاص انا اعتبر طالب لائق ويحق لي الالتحاق بهذه الكليه. ولكن ده مرتبط بفكره ان احنا لازم الطالب يكون حصل على الحد الادنى في مجموع الثانويه العامه عشان يقدر يلتحق، يعني دي نقطه في غايه الاهميه. مش معنى ان انا نجحت في اختبارات القدرات ان انا خلاص دخلت كليه فنون مثلا او تربيه رياضيه. لا، ده بيخضع لمعيار تاني ومعيار اساسي، وهو نتيجه الطالب في الثانويه العامه والحد الادنى للكليه، والحد الادنى للكليه وفقا لما يعلنه مكتب التنسيق لاحقا. طيب عشان ده واضح ان هو مطلب جماهيري للمشاهدين اللي بيشوفونا على تلفزيون اليوم السابع واللي ما كانش موجود معانا من بدايه اللايف، يا صبحي معلش محتاجين تاني نكرر ونتكلم في مواعيد، يعني الناس عايزه مواعيد فتح باب التنسيق للمرحله الاولى. انت قلت احنا قلنا ان دلوقتي وزاره شغاله على فكره انتظار استلام النتيجه، مكتب التنسيق منتظر نتيجه الثانويه العامه من وزاره التعليم، هيبدا يعمل شرايح المجموع والبحوث الاحصائيه للنتيجه، يعني شرايح لنتيجه الطلاب، هيبدا يحط الحد الادنى الحد الادنى لتنسيق المرحله الاولى، وبعد كده هيتم اعلان الجدول الزمني لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني. العمليه دي بتاخد قد ايه؟ العمليه دي ممكن تصل الى حد اقصى 72 ساعه، وهيتم اعلان الجدول الزمني لتنسيق المرحله الاولى والحد الادنى لتنسيق المرحله الاولى. بعد كده بيتم اتاحه تسجيل الرغبات الى امام الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني. طيب هاخدك نعمل كده يعني نوستالجيا او نفتكر كده حاجات فاتت علينا من فتره، كان نظام التقديم اختلف. يعني طبعا يعني احنا دلوقتي بقينا كل حاجه مش نظام الطوابع تاني، يعني الدوله النهارده نجحت بشكل كبير جدا في ملف التحول الرقمي، فاصبح حتى بدايه اي حاجه متعلقه بمنظومه التعليم الجامعي في مصر او التنسيق والالتحاق بالكليات اصبحت الكترونيه. يعني انا عايز احجز بدايه من اختبارات القدرات، عايز احجز اختبارات القدرات بيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني.
عايز اعرف نتيجتي في اختبارات القدرات بيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني. عايز اعرف اسجل رغبات في تنسيق المرحله الاولى بيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني. كل حاجه بتتم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، مفيش حاجه بتتم ورقي بشكل ورقي. ما ينفعش طالب يروح يقدم بشكل ورقي للكليه عشان يحجز اختبارات قدرات. مفيش طالب يقدر يقدم بشكل ورقي لاختبارات القدرات او يروح للكليه بمستندات او اوراق. اه تمام. لازم كل حاجه بتتم في وفقا يعني التحول الرقمي والنجاح اللي حققته الدوله والوزاره التعليم العالي ده، كل حاجه بتتم بشكل الكتروني. طيب احنا يعني طبعا لسه اسئلتي ما خلصتش لانه بحر الثانويه العامه كبير جدا، ولكن خلينا نقرا مع بعض الناس بتسالنا عن ايه او عايزين ايه، بما اننا طبعا بنقدم حاجه خدميه للناس. بص، هو في اسئله كتير جدا مكرره في سكه ايه الكليه او ايه الـ الانسب لابني. يعني احنا فكره انه ابني جايب حاجه 78 75، طب يا ترى ايه اللي يدخله افضل ليه او لمستقبله او ايه لسوق العمل فرضه علينا في هذه الفتره؟ يعني لا، هو الـ بالنسبه لي الالتحاق بالجامعات او الكليات ده امر في غايه الاهميه، امر مهم جدا، بس هو بيتوقف على حاجتين. يعني انا بحب انصح اولياء الامور وبحب انصح الطلاب ان اولياء الامور بلاش يمثلوا ضغط على طالب الثانويه العامه او اللي حصل على شهاده الثانويه العامه للالتحاق بكليه محدده او بكليه معينه. طيب استكمالا لكلامك يا صبحي، انا لسه امبارح تحديدا بتكلم، طبعا تعرف الثانويه العامه في كل البيوت يعني، فكان احد يعني ابناء العائله جابت مجموع 81% في علمي، فقالوا لها انت خشي علوم عشان اسمك الدكتوره. ده مفهوم يعني، يعني ده من يعني وجهه نظر انا اعترضت تماما، بس يعني فكره انه انا عايز اللقب او التايتل اكتر من اللي على ارض الواقع. لا ده دي اعتقد ده يعني انا اعتقد ان ثقافه الجمهور بدات تختلف، وفكره البلطو الابيض ولازم البس البلطو الابيض باي شكل طالما انا حصلت على مجموع، دي بدأت تتراجع شوية، خاصة ان احنا عندنا النهاردة كليات كتير، عندنا تنوع في مسارات التعليم العالي في مصر بشكل عام. فالمهم من المطلوب من اولياء الامور النهاردة ان هم لا يمثلوا اداة ضغط على الطلاب علشان خاطر يدخلوا كلية معينة، لا اسيب ابني او بنتي تبدأ بشكل عام. الضغط موجود من الثانويه العامه طبعا، فبالتالي يعني الاتيتيود الولي الامر اللي هيضغط هيفضل يضغط سواء في الثانويه العامه بالزبط او بعد الثانويه. بس هي الثقافه اتغيرت وسوق العمل اصلا اختلف كليا. يعني سوق العمل لو ابنك يا صبحي وجايب 85% علمي علوم تقول له يدخل ايه؟ لا، وانا مغمض اولا هبدا ادرس سوق العمل محتاج ايه، متطلبات سوق العمل، وبناء عليها هنبدا نشتغل على فكره مثلا تخصصات الذكاء الاصطناعي. دلوقتي احنا عندنا في الجامعات المصريه والمعاهد 91 كليه ومعهد لتخصصات الذكاء الاصطناعي، وكلها ببرامج دراسيه بينيه بتؤهل الطالب للالتحاق سواء بسوق العمل المحلي او الاقليمي او الدولي. طيب عايز اسالك سؤال برضه ناس بتساله على الصفحه، المعهد الفني الصحي له اختبارات ولا لا؟ لا، المعاهد هو اللي ليه اختبارات قدرات هي كليات اللي احنا قلناها دي اللي ليها اختبارات قدرات. كليات التمريض كان ليها اختبارات قدرات في السنوات السابقه، ولكن مكتب التنسيق ووزاره التعليم العالي استبعدت كليات الاعلام، استبعدت التمريض، استبعدت التربيه النوعيه من اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بهذه الكليات. طيب طبعا دايما حاضر وموجود معانا بمعلومات سريه صبحي، وسعداء بوجودك طبعا معانا طول الوقت. سعداء بيكم. اليوم السابع ولازلنا طبعا مستمرين مع حضراتكم في تغطيات مختلفه على مدار اليوم، ثانويه عامه وغيرها، واخبار كتير مع تلفزيون اليوم السابع. خليكم معانا او اكرم بقى.